عديل حبيبي فاكر نفسك ارتحت؟ ها لا، التحدي المرة دي تقدم برنامجك اشطري بس مش لوحدك، مع كل اليوتيوبرز دول. يلا ورينا شطارتك. انا ارتعش من هادشي، سالينا التحديات صافي. انترو بديت قناة عادل تاول باللي خرج برنامج اشطري اليوم اللي تعودنا نعرفوا منه اخر اخبار جديدة ويعطينا فيلم وتطبيق ومعلومات كلها. أشطري سيسبنس يا وسط ما فاملي، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أشطري. مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. هذه الحلقة غتكون آخر حلقة في الموسم الثالث ديال أشطري، واللي من وراها غادي يكون ليفل عالي بزاف بزاف بزاف. فهاد الحلقه ما كاينش بوحدي، معايا يوتيوبرز من جميع الدول العربيه. قبل ما نبداو الحلقه غنسولكم واحد السؤال وغادي نجاوبكم عليه في معلومات الحلقه. شكون هو الحيوان اللي عنده دماغه في الحلقه ديالو والجهاز العصبي في البطن ديالو والاسنان في المعده والكلوه في الراس زيدك هذه وكيسمع من رجل والمخالب ديالو هي اللي كتذوق بها الطعام؟ سبحان الله. طالما يعني طالما انت قول السؤال ثاني. اسم هذا الحيوان هذا غادي نقوله لكم في معلومة الحلقة. من بعد أحسن لايك في العالم ديالكم غادي ندوزو الأول فقرة من الحلقة اللي هي أشطر. يلا فيروس كورونا ضر بزاف ديال الدول اقتصاديا، وهنايا ضر بزاف ديال الشركات. كاينين شركات اللي ربحوا وكاينين شركات اللي خسروا. نبداو بأول شركة اللي هي أمازون. أمازون خسرت بزاف، حقاش حتى شي كونسوماتور حتى شي مستهلك فبقى كيتيق في ليفغور، يعني مثلا يقدر يكون جايب معاه كورونا. داكشي علاش الاسهم ديال امازون طاحوا. وشكون اللي غيستافد من هادشي؟ نتفليكس. يا سلام، فرحان قوي. علاش؟ حقاش بدا بقى غير بارك في الدار وكيكونسومي في الافلام وفي المسلسلات، وفي هاد اللحظه نتفليكس عجبها الحال ديال بصح وتلقات 11 مسلسل جديد وارباح بطبيعه الحال او ماي جاد. وكما شركات خسروا بزاف فكاينين شركات اللي ربحوا بزاف وتصدموا بالنسبه للربح ديالهم. والمقاولات الصغرى ولات كتركز غير على صناعه الكمامات والمعقمات، لدرجه ان ولات صناعه الكمامات والمعقمات هي الشغل الشاغل للعالم كامل. وهنا غنعاود لكم واحد القصه ديال واحد الشركه كتبيع ادوات صحيه وبالضبط الكمامات. تصوروا معايا شركه كانت غادي تسد ولكن ما سدتش، حقاش اخر لحظات جات كورونا اللي حولت كل شيء صالحها في مده قصيره. قربات الاسهم ديال امازون. والخبر التالي، بنت عندها 12 عام، الله ما نقدمو انا هشام دخول اخويا. وفي الخبر الزوج، بنت عندها 12 عام ما قعدتش غير راقده في ذا الحجر الصحي وما دير والو. في مسكم شدارتي راحت للانترنت وبدات تخرب تخرب تخرب، ومن بعد شلقت لقات دروس باش ديكوري دارهم وب 50 دولار برك اللي كدستها العقايب بيان سور. شوفوا شنو نجمت دير. تلاليتكم ما قاعدين غيطيها غير رقاد ودوارها القدام 30 يوم. أنا حاولت نسقم غير الرقاد تاعي وما نجمت. شوفوا الخبر الزوج. وفي عنا خبر ثالث، انه في بنت كثير كانت حابة تنشهر على السوشيال ميديا بس ما كانت تلاقي طريقة، لبين ما اجت يوم نزلت صورة لرجلها وصاروا كل براندات الاكسسوار للرجلين وكمان الصالونات بدهم اياها، صارت تعمل 5000 دولار بالشهر. خليكم الآن مع أغرب وظائف اشتغلوها الناس في العالم. أوكي ناجي، هلأ معنا أغرب 3 وظائف في العالم. أوكي، من بعد الوظيفة الغريبة اللي حكتها رغدك، الوظيفة اللي بنحكي لكم عنها هلأ واحدة مهمتها بالحياة تشم ريحة إبط الناس بعد ما يرشوا مزيل عرق عشان تأكد إنه مزيل عرق شغال ولا لا. والوظيفة الثانية بنحكي عنها شخص وظيفته بالحياة فقط إنه يجرب أسره وباخذ راتب. ليش تمسخر على وظيفتي؟ ما تمسخرت يا حمار. آه صح، حط حط اسا حط 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 اوكي بدنا نكمل. يعني في شخص متخلف قاطعنا، وظيفه باخذ رواتب اعلى من راتب المتوسط بس عشان يجربوا اسره. فعلا انها وظيفه متخلفه غبيه يعني. ليش تمسخر على وظيفتي؟ ها مين انت؟ والوظيفه الثالثه معنا شخص وظيفته بالحياه يجرب حلويات فقط، باخذ راتب شهري عشان يجرب حوالي. شو الغباء؟ بس انت هون زودتها، روح انقلع. تحب اللي فرجيني يلا خش. وندوزو خبر رابع. ناجي سديم ثلاثه، هذا ايش بسوي هون؟ كومبارس، انت كومبارس. اوكي، وفي اخر الاخبار ينتشر مقطع فيديو لقرد يسرق طفل في الاندونيسيا.
يسرق طفل؟ قرد يسرق طفل، طفل كامل أخده. وبعد تحقق في الموضوع اكتشفنا انه قرود العصابات المنظمة قاعدين بيسرقوا كل شيء في اندونيسيا. من بعد العصابات المنظمة صارت كارثة كبيرة في تايلاند، اللي صار انه بعد ازمة الكورونا التوريست ما عادش ينجموا يسافروا، سوى تايلاند نقص برشا سياحة، والسياح هما كانوا يوكلوا في القرود هذوما، والقرود اللي بيزك اللي ما كانوش يتلهوا بهم يعطيوهم ماكلة، يعطيوهم ماكلة كانوا السياح، سوى التوريست ما عادش يجيو ولقاو رواحهم من غير حتى شيء، يا اخي خرجوا وعملوا المظاهرة الكبيرة هذيا، وهنا تحس الطبيعة غضبانة على الانسان، تحس لهنا الطبيعة متعصبة على الاخر وهي خلقت الفيروس الكورونا هي. وخلينا ندوزوا الفقرات عندي ليك. جميع التطبيقات وجميع الافلام وجميع الحوايج اللي غادي نذكر هنايا اللينكات ديالها واسماءها موجوده عندي في الانستغرام، مجرد ما تحط الحلقه دخلوا عندي الانستغرام تلقاو اسماءهم كاملين. تطبيق الحلقه، انا من الناس اللي كيكتبوا العربيه مزيان وعندهم اسلوب في العربيه مزيان، ولكن كان غلط اغلاط ليا فادحه حيت كنكتب بالزربه وما كنتسوقش لشنو كتبت. هذاك الشيء علاش جبت تطبيق المدقق الالي، استاذ ديال العربيه ماشي تطبيق. كيمشي كتعطيه النصوص ديالك يدقق فيها كيعرف الاغلاط ويقدر يغير لك اسلوب الكتابة بزاف ديال الطرق، ونولي نكتب نصوص بالعربيه بالاسلوب ديالي ونخليه هو يصححها ليا طريق. تطبيق متوفر على الاي او اس والاندرويد بطبيعه الحال. فريد، ولعبه الحلقه هي ايدنتيتي في، اللعبه تتكلم عن محقق يفقد الذاكره وبعدين تجيه رساله لشخص يطلب منه انه يدور على بنته المفقوده. طبعا اللعبه الجرافيكس حقتها جدا قويه، القصه مستحيل تململها، واحسن شيء فيها انها مرعبه. تتمشى في القصور المسكونه تلاقي البنت المخطوفه وفيها اكثر من شخصيه، واللعبة جدا طويلة وممتعة لأبعد حدود. اللعبة متوفرة على الأب ستور وعلى جوجل بلاي ومجانية، تقدر تحملها وتلعبها في أي وقت. ونخليكم مع سامي اللي غيعطيكم فيلم الحلقة. موفيز. فيلم حلقة اليوم هو 1917، اللي هو من أروع ومن أقوى الأفلام متاع الحرب اللي أنا شفتهم في حياتي واللي شفتهم البشرية. الفيلم متاع حرب هذي أورغاسم فيزويل مهوش عادي، تحسه بتعمل في وان شوت ألوغ كولي، تحس الكاميرا عمرها ما قصت فيلم كامل. المخرج سام مينديس اللي هو زاد عمل إخراج متاع سكاي فول، عمل أكثر من 40 و 50 شوتس، اما انت تحصل في شوت واحد. وكل ما زدت ما تفرجتش في الفيلم هذا برا تفرج فيه، كنت تحب تعرف عليه اكثر تفرج في البيهايند ذا سينز، على خاطر فيلم مهوش عادي، خرافي. ومني كنقولوا سامي كنقولوا بيكي. بيكي قدمي لنا كتاب الحلقه. كتاب الحلقة هو Atomic Habits للكاتب جيمس كلير، ولا بالعربية العادات الذرية. كتاب يحكي لك كيفاش تصنع روتينك اليومي، كيفاش تنظم وقتك، كيفاش تكون productive في وقت قصير. كتاب مهم برشا وننصحكم به باش تستغلوا أقل ثانية من حياتكم. وخذي النصائح هذه من حياة أكثر ناس ناجحين في العالم، ونعرفوا نجاح الكتاب هذا بعد ما تبيع أكثر من 1,000,000 نسخة على العالم الكل وبأكثر من لغة. معلومة الحلقة لي معلومة غريبة، كيف ما قلت لكم الحيوان اللي غنهضر عليه سميتو جراد البحر أو الكركند. دماغه كاين في الحلق، الجهاز العصبي في البطن، الأسنان ديالو في المعدة، والكلي ديالو كاين في الرأس، وكيسمع من الأقدام ديالو، والتذوق عنده في المخالب ديالو. سبحان الله. الفيديو الحلقة هو فيديو انتشر على انستغرام بزاف. الفيديو هو المغربي كيضرب بالقمبري على إيقاعات آلة التصبين. خليكم مع الفيديو الواعر. صورة الحلقة هي مغربي سميتو اسماعيل ايوي، كيرسم فوق الطابلة ديالو بالملح، كيرسم بالملح، عنده بزاف ديال الرسومات واعماله اللي هي واعرة بزاف، نخليكم مع واحدة منه. اسماعيل ايوي ربح عندي في الانستغرام جائزة احسن رسم. وخلينا نختموا هذه الفقرة بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة هو شنو توقعاتك لما يمكن ان يحصل في العالم من هنايا للقدام؟ كتب لي توقعاتك الهبيلة، توقعاتك الجريئة، وغادي نختار احسن 5 تعليقات غيدوزوا معايا في نهاية الحلقة اللي وصلنا لهداب. الى عجبتك هاد الحلقة هادي ما تنساش دير سبسكرايب، وما تنساش دير لايك، وتسنى الموسم الجديد منها، وتسناو معايا فيديوهات اليوم اكثر منهم حلقة جديدة من حق الاعتراف، وفيديو معايا فيه واحد الضيف غيعجبكم بزاف بزاف. تهلاو ليا في راسكم وعيد مبارك سعيد، وما تنساوش اربعة الحوايج: والديك، قرايتك، صالة، سبور. كان معكم علي التاويل وبزاف ديال اليوتيوبرز اللي كنشكرهم.
السلام عليكم.